أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من هم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ وهل يحرم من ذلك من ذهب إلى شيخ ليرقيه؟ هذا كما في الحديث، هذا كما في الحديث، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الكي مكروه ومباح، لكنه مكروه، تركه أحسن من كمال التوحيد تركه. والاسترقاء يعني طلب الرقية، وكانك تستغني عن الناس أحسن من أنك تسألهم الرقية. كون كانت ترقي نفسك بالأوراد والأدعية أحسن من أنك تسأل الناس تقول ارقوني، استغنى، هذا من باب الاستغناء. وأما الطيرة فهي حرام وشرك، فهم تركوا شركا، فهم تركوا إما أمرا محرما وهو الطيرة، وإما أمرا مكروها. نعم. والسابقون الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم هذه الطبقة، هم هذه الطبقة، هم السابقون، السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء هم السابقون. من بعدهم أصحاب اليمين، ومن بعدهم الظالم لنفسه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.